عشرات الأجهزتين تي وقسم الشراء بقيمة 5000 درهم. البطولة الوطنية هدف واحد متعة كرة القدم. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية على الإنترنت بحلة جديدة. 12 موقعا بتصميم جديد. موقع خاص لكل إذاعة وقناة داخلية. موقع خاص لوكالة إشعار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية. شبكة مفصلة للبرامج والمواضيع الهامة. اطلعوا على آخر الأخبار. شاهدوا فيديوهات أجمل البرامج. واستمعوا مباشرة لأفضل البرامج الإذاعية. زوروا موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية www.internet.com. يعيش يوميا في عمله قضايا تلاحظه في حياته الخاصه.